السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتكم جيهان كيتشان. اليوم ان شاء الله مع حلول شهر رمضان غادي نوجد لكم واحد الرايب اللي تقدروا تفطروا به او لا تسحروا به، فاكيد الى حضرتوا السحور فغادي يعجبكم اكثر. فبالنسبه للمقادير، المكونات ديالو ساهلين بزاف اللي دائما كنستعملهم وقت ما كنبغي نحضر الرايب المغربي. ف كيبقى الكميه على حسب يعني العدد ديال الافراد ديال اللي كاينين في البيت، وعلى حسب نتوما شحال بغيتوا ديال الكميه. المهم انا هنا عندي واحد الليتر وكاس ديال الحليب، يمكن لكم نتوما ديروا لتر. هنا عندي واحد ياغورت. بالنسبه لياغورت انا عندي هنا ياغورت طبيعي ما فيه حتى شي نكهه، عاقد، ياغورت عاقد يعني دانون عاقد. هنا عندي واحد فانيلا، سكر حبيبات. بالنسبه للسكر فانا خديت معلقه واحده ديال السكر باش كيجينا الرايب ديالنا عاقد. الا كثرتوا السكر بزاف فراه ما غايجيكمش عاقد، درتوا معلقه قللتوا من كميه ديال السكر فغادي ينجح معكم الرايب ديالكم. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله بطريقه التحضير ديال الرايب ديالنا، فخليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه كما كتشوفوا غادي ناخذ هاد جوج كؤوس ديال الحليب اولا تقريبا نصف لتر ديال الحليب، غادي نوضعو على نار تكون مهيله حتى يسخن ليا، ما يفيدش غير يسخن ليا. وغادي نوضعو الصبع ديالنا يعني خلو حتى ياخذ درجه الحراره ديال المطبخ، ما نخلوش يبرد بزاف، ونتلاقاو من بعد. دابا غادي ان شاء الله بعد ما نحط هذا يسخن غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير ديال ياغورت الحليب اللي بخليت هنا. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي ناخذوا داك الياغورت الطبيعي ديالنا، يمكن لكم تستعملوا اي نكهه، نكهه الفاني، نكهه ديال، فمن احسن تستعملوا النكهه ديال الفاني. فانايا ما بغيتش ندير حتى شي نكهه، خديت كما كتشوفوا ياغورت ديالنا طبيعي. غادي نضيف معاه معلقه ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف معاه الفاني ديالنا، غادي نضيف معاه كاس ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب على حسب الكميه. انا دائما كنقول لكم على حسب عدد الافراد ديال الناس اللي كاينين في البيت، فنفس المعيار غادي انا نفس المعيار عبرت به تقريبا 500 مللتر. غادي نخلط هاد المكونات دابا مزيان ونتلاقاو من بعد. هنايا كما كتشوفوا بعد ما سخنت الحليب ما خصوش يفيض غير يسخن، صافي كيبرد كنوضعوا فيه الصبع ديالنا ملي ما كيحرقناش صافي راه برد، يعني ماشي نخلوه حتى يبرد تماما غير يطفى. صافي دابا غادي نضيف عليه هذا الخليط ديالنا ديال ياغورت والحليب الفاني اللي وجدنا من قبل. غادي نخلطهم مزيان هكا، صافو غادي نحيد هذيك الفريره ديالنا، عفوا الكشكوشه ديالنا اللي كتكون هنا. بعد ما حيد ديك الكشكوشه اللي كتكون ديال الحليب اولا الرغوه عفوا، صافي دابا غادي ناخذ واحد شويه غادي نعمر هاد الكؤوس.
هنا كما كتشوفوا غادي نغطي هاد العلب ديالنا الكؤوس، وغادي نغطي هنا ايضا كما غادي تشوفوا معايا. الطريقه اللي غادي نغطي بها هي غادي ناخذ واحد الثوب غادي نوضعو على هاد الشكل هكا باش ما كيتقطرش ليا داك البخار في الداخل ديال ياغورت ديالنو كيخسر لينا. وضروري نحطو شي حاجه لتحت باش ما كيقيش لينا البروده، وغادي نغطي باي غطاء عندكم اللي خصو يكون سخون. انا غادي نوضع هذا الغطاء كما كتشوفوا، غادي نلبسو مزيان باش هكا كيبقى لينا سخون. بالنسبه لي انا درتو دابا بالليل، غدا في الصباح غادي ان شاء الله نعري عليه على الريب ديالنا، وغادي ندخلو الثلاجه وغادي نقدموه ان شاء الله. هنايا بعد ما خليتو ليله كامله الريب ديالنا، دابا ان شاء الله كما كتشوفوا راه بدا كيعقد. غادي نوريكم كما كتشوفوا راه بدا كيعقد. دابا غادي ندخلو الثلاجه، غادي نخليه تقريبا واحد 3 السوايع حتى يقبط ليا راسو مزيان، ومن بعد غادي نخرجو من الثلاجه ونقدموه بارد. دابا غادي تشوفوا بالنسبه للري ديالنا بعد ما خرجناه من الثلاجه يكون هذا هو الشكل ديالو، جلدي بزاف وطبيعي، ما فيش يعني ما فيش الحلاوه بزاف. السكر كيبقى لكم نتوما يا اختيار. فدابا غادي نقدموه في داك الكؤوس. كتشوفوا الريب ديالنا كيجاجح بزاف، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم.